ثلاث عادات خف عقلك منها لما وصلت المطار اللي فيه تخرج بيطخ بابا بابا با. تخرج بطخ عايش جد معدله 60 يعني جد بدخلوش حمام مشارف. حمام عربي بدخلوش في كمان شغله بطخ بقول لك ضرب هذا هذا ما شاء الله في كمان شغله لسه سمعت لسه سمعت عندكم في ظلام عمره 65 بتزوج 65 بتزوج ما في بالصين واحد 65 يتزوج ما في يعني كيف كيف انت ما بتصدق انه هذا ابو 65 بكون قاعد في الدار لابس شلحه وبقول لمرته بتزوج عليك الثانيه والثالثه والرابعه روح اتزوج وبعدين شو قلت لي ثاني يوم بعد اسبوع واحد في دنيا واحد في اخر واحد في الدنيا والثاني في الاخره اي والله